الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربا إنا مرحبين كوان لذين كسيو حالة كوفيد عوضك وقت أي كلام طلين عذر كهوس أي رعي، لكن يعني هذا ما أعطاس إنا أنا في جنانتي أن يرين حواجب إنا نهرون بحنا حالة كسو يو حصوف يو بحن وعي كريم. وحن ربا إنا نشيرو إنت حالة دوت ولا كمفيكري لعدي ولا كبارة ووضنك وحواي أفركم سقال بقل إيسيدي تنشا وحار بوكسوتي سدح كن تضبط بقول يا صوتي يا سدح الله أقول حريصة لما شدنا وحين مريسة بقول أفرتني والله وحال ذها كوفيد إلا يبعشي إن شاء الله يبطمن كوفيد جود أهان قدرك هدي أكسي قادنا نمبر رضا ما من قبلت كستا إيو قبل كستا ستيت كستا بنادر يا أبو بدن بنادر نمبر كو حواي كون سيدين أغل يوتغني سدح على ذو إسو مالي لام حواي كون أفر بقول يا فرتن أفر كنت لام حواي كون بقول يا سلاش يا لبا جوبا لام حواي لبا بقول يا صدر يا سيدين ساوث ويست تكونفر قلبت هو بقول أفرتن يا شن قلب ذكنا حواي بقول يا لبا تن يا أفر هرشبيل نمبر كم هو مرة يلعدي كوفيد بوزيتيف لغاية اليسار هدي أن فير إنه نمبر ك حالة ده سوكر ل لحيو لغاية كيس وحالة هي وحالة هي التوب ده بدي بشة فبراير أفر إتون حالة ربنا وحالة هي السديد فبراير كنتن يكو حالة ده وحالة هي السجال كي فبراير لغاية إيو التوب ده حالة ربنا وحالة هي شلي وأهيد طبعاً حالة ده سبحان تسيسا إن بذر كي الأصول لما كعلي وكرب كعي وحنا لو جب هاي هاي تحدر بهذا مر والبا وإن كتلا قلنا إن كخرطك وكفي عني الدارين بذر كوا بذر خلصة سول لما كعلي أدوك أنتي صبضا سو مالي وضم ما بضني أفهمت هديار ده يعني إيش سعد كأبي وسعدة سيداد لسعودتان وحاجر حالة ده ميلها ودما دقاتوا اسبدوا فاريانت بسوك لحيلة اما ساوت افريكا هاتا اما يوكي هاتا اما ميلوكا وقدونك كمدة حالة ده اي سيكا عايا عذر كنفتر كيسا فيروس اسبدلا والوالوين قدونك كجيرا الى يوحان فرجينينا كبرينا ان ما عرفت اخذي سيليكيس ونغيرينا الالي لكن حان سارا متحدر وين تحدر كاسو إن دتكي أي معرفة كبرار بنادان إن سلطك إيماليه بوق بنا أدل ويري إن أفك الله هرتو ومعرفة نادان أبنوكان سيسة هنا لوك لقال أفك الله هرتو إن قعمها مروا بالطبع وآلك يوحيانيه لكون ندل فينا سابون اللو إلا أي وقت للطبع إن دتك حنوسا أما واي لدى عذر رضي قول نقول أيضا نفتر قوة تحذر كار إن لسيو إن مروا البسقط كلا يريه وحالة كستون إسلية وحكي وحكي إيمان كلا إن عذر كوفاق يعني بيريه باريان تتكأن لشيغا يأدوك سو ميلا بضان لقو أركي وحاق وطا عذر كإلو سيئادي أتحولي أقو يعني النوعي وقب الله وذي كبضان وفيداي وفيدا داس إبكي ليه هاي ورا وذا قياسي كرنا إلا ده يستحق لماذا إن برا ده فريد يعني ودن كفجر وصوع أفكار طول حامل دريم على مدى المشيوة يو مركبة إن حرون عفوا ما تفكر وآدم سلو ده ويحال كسم المسوع كهرتاج طبعا آدي آدم مهم وياه كهرتاج وحكر كفجر كرا إن لو بهن هاي تلال بدر كا ما بهرتاج وسداد رسوعتي بدر كان إلا يو قبل بالله السنة كهر ولي waxa lagu jira in la baaritaankii talaalada waxa jira talaalo badan oo la keenay oo hadda ay adduunka meelo badan laga isticmaalo talaaladaas waxay ku jiraan emergency use list waxa la dhigay annaga waxaan ka midnahay 120 ka dal ee adduunka sida lacag la'aanta lagu siiyo talaalka waa nabo ballan qaaday gaab ayaa keenay sidoo نوصل مرنسة بالWHO طلاب كمان دولة ونوشير إلى حتى نوحواي
ولكن دونه بشان عقد كذا أما خرامته بشان مارت مثل يراها أكسفورد أسترا زينيكا يوكي وطلال ميلا بضان لغا استعمالي يوكي نفتر كنسي لغا استعمالي لكن ولي وحان كسوغينا طلال كامركي WHO Standard Equality and Sinus Certification يدا عديسو إن لا استعمالي كرو ومباغر تلكيني كرو wax aysan WHO aan hay'adaha qoseeyo oo yaacni inay ka shaqeeyaan arrimahaas aysan si dunidoo dhan waaft aysan u ogolaanin aysan u cadeynin waddanka lama keenin taxaddarka aad u fiican yahay qorshaha waa diyaarka sida aan ugu nahay talaal in la keeno waana la sameeyey riboodaa laga qoray codsiga waa la diray waana soo socdaa waa imaan doona xaaladaha ugu horreeya oo waxaa loo kala qaadayaa faces waxaa la siin doonaa dadka frontline ama dadka mudnaanta leh waxaa ka mid ah dadka shaqaalaha xarumaha caafimaadka ka shaqeeya dadka immigrationka ka shaqeeya dadka xuduudaha ka shaqeeya askarta iyo dadka cudurada chronic ah la ildaran iyo dadka waayeelada u baahan yacni in maaragtay aad looga ilaaliyo dadaaladu way socdaan marka hore waxaa la is-su-aalaa target waxaa ilaa iyo 3 million in la tallaalo haddii alla yiraahdo markuu yimaado laakiin lagu bilaabo 1 million 2,224,000 lana kala horreysiin doono haddii alla igu oo imaatinka tallaalka mar keliya ma aha waa wax si tartiib tartiib u socon doono marka taasna waa taxadar aan ka taxadareyno ummadda ka hortaga cudur ilaahay ha naga haayo laakiin waxaan ku dardaarmaynaa in la dhegaysto khubarada ee culimada caafimaadka in la taxadaro taxadarka sidii hore laga sii sarreysiiyo in gacmaha la iska dhaqo mar walba in afka la xirto in qofka hadduu dareemo in calaamadihii oo kale uu leeyahay xarun caafimaad tago taleefanadii wacdo laakiin guriga isku celiyo naftiisa uu dhowro nafta walaalihiisa iyo saaxiibadiisa iyo deriskiisa iyo qaraabadiisa uu dhowro taxadarka wuxuu ka fiican yahay wax walba waxaan insha allahu tacaala rajaynaynaa in ilaahay magaciisa dhibkiisa iyo aafadiisa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wuxuu door jira ayaad hadashay oo wacyigelin bulshada baaqar u dirtay in cudurka COVID-19 saameynta dhibaatada bulshada uu geysan karo ilaa hadda ma muuqato dadka sidii la isugu imaanayaan ma la sidii karaa tirada ugu badan haddaa sheegtay goolka banaadi laga helay in ay sii saayadi karto haddii aysan dadka aysan ka taxadirin meel walba oo aana haddii la taxadirin oo ka bilowday waa fidi karaa laa qadar allah ee gobolka banaadir aad iyo aad ugu badan yahay dhimashada aad ugu badan tahay waxaan rabnaa inaan ku celcelino mar walba anagoo kaashanayna dowladda inteeda kale iyo gobolka banaadir iyo cid allaal cidii ka shaqeynayso arrimahaas in maaragtay la sameeyo wacyigelin aan kala joogsi lahayn in maalin walba la sheego habeen walba lagu celceliyo in annaga naftirkeena wasaaradda caafimaadka wixii qalab aan hayno ee ka hortaga sida afxirkao kale meelaha goobaha waaweyn iyo isbitaalada naftirkooda ay tagayaan in distanceka dadka yacni meelaha isku jirsanayaan la kala fogeeyo in dadka meelaha buuqa badan la iska yareeyaan il gaarna lagu qabto dadka nugul iyo dadka yacni cudurada qaba chronicga iyo dadka waayeelka